فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه قد قدم من بلد الكفر للانضمام إلى شركة الراجح، وقد حضر دروسكم فسمع أنكم تنصحون بترك العمل في جميع البنوك سواء كانت تسمى إسلامية أو غير ذلك. سؤاله: هل تنصحونه بالعودة إلى بلده الكافرة في ظل صعوبة تحويل العمل في المملكة، أم أنه يستمر بالعمل في هذا المجال وفقكم الله؟ أما أن يقول البنوك الإسلامية، أنا ما أعرفها ولا قلت فيها شيء، ما أدري عنها. أما البنوك الربوية، نعم، لا تعمل فيها. والرزق الحمد لله مجالاته كثيرة، اطلب الرزق في غير البنوك. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله لم يحوجك إلى البنوك، بل وجوه الرزق كثيرة وميسرة ولله الحمد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من يتوكل على الله فهو حسبه. كلا، يعني يمكن أكثر من 95% ما يعملون بالبنوك وهم رازقهم الله، عندهم أرزاق وعندهم أموال وهم ما هم بيعملون بالبنوك. ألم يحوج الله الناس إلى العمل في البنوك؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ: أما البنوك الإسلامية فأنا لا أقول فيها شيء، ما أدري عنها، هي اسمها إسلامية لكن ما أدري، الله أعلم. نعم.